اهلا وسهلا مشاهدينا، نتواصل معكم عبر مدى الشروق الصباح الحي والمباشر بابتسامة عريضة جدا ونوع من انواع القبول ايضا والرضا عند الانسان لما تكون اسنانه اول حاجة مترصة كده بالصورة المطلوبة ونظيفة، لانه يعني ده الاحتناء البيجي من الشخص يعني دائما، ودس في السنة ايضا النبوية وصانا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ايضا في سواك وصلواتنا اليومية او كذا. لكن عموما مشاكل الاسنان من الأطفال حتى الكبر يعني هي مشاكل كبيرة جدا بتحتاج أيضا مننا لمزيد جدا من التفصيل عبر صباح الشروق، يعني خاصة في استخداماتنا الخاطئة جدا، سواء كان أيضا لاستخدام المهاجين الأخرى عايزين نفصل كثير جدا، أو استخدام أيضا الفرشاة في طريقة السواك أيضا. نتكلم أيضا عن مشاكل التسوس والمشاكل بتنجم المشاكل اليومية اللي دائما بتحدث الأسنان مع الدكتور مشرفنا داخل الاستوديو مجتبى. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، كيف أخباركم؟ الله يكرمك. صباح النور. صباح الخير دكتور مجتبى. يمكن حمزة يتطرق لموضوع مهم جدا حول اللثة والابتسامة واستخدام المعجونات وغيره من الحياة الجميلة. جدا حازين في البداية نشوف سر الابتسامة الجميلة في الراحة النفسية بالنسبة للزول الآخر. طبعا الابتسامه دي هي يعني عنوان او العنوان بالضبط كده يعني زي ابتسامتك دي هسي شكرا جزيلا. لكن الابتسامه نفسها من ناحيه طبيه يعني تبسمك في وجه اخيك صدقه من الناحيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من ناحيه طبيه الابتسامه بتتكون من جزئين نحن بنسميها بينك اند وايت. بينك اند وايت اللي هو ابيض وبنفسجي، بنفسجي واللثه يعني اللثه والاسنان هم اللي بيدوا الشكل بتاع الابتسامه. لما زول يضحك ابتسم بتشوف اللثه وبتشوف الاسنان. اي واحد فيه مشكله في الحاجتين دول ابتسامتك حتكون دائما فيها مشكله وبتحتاج مراجعه وبتحتاج شغل. طيب دكتور مجتبى سعد محمد اختصاصي جراحه اللثه وجراحه الاسنان، يعني انت ذكرت جانب مهم جدا يعني الاساس مين الاسنان هي مرات اللي بتحدد نوعيه الاسنان برضه وهل هي ملتهبه ولا لا. نحن دائما نشوف في ميناء ورديه وجانب مايل كده للون البني الصحية أكثر. شنو اللثة؟ اللثة المينة دي هي اللثة نفسها اللون المكتوب في الكتب والناس بتقراه بسموه كورال بينك اللي هو بنبي أيوه. بنبي كده يعني. لكن نحن كسودانيين وأفارقة وكده اللون دايما بيميل للإسمرار شوية والسواد شوية يعني. فدي حاجه طبيعيه عنده يعني عنده علاقه بالجينات عنده علاقه بالجينات عنده علاقه بالاجناس بتاعت الناس وتوزيع بلون البشره عنده علاقه بالضبط كده. هو ميلانين يعني هو صبغه الميلانين صبغه اللون ايوه كده. لكن حتى دي بتعالج اذا زول حتى داير يغير اللون بتاع اللثه بتاعته حاسس انه هي مثلا غامقه داير يخليها فاتحه ويخلي نفس الكلام اللي قلت لكم قبل اللي هو البينك اند وايت اللي هو الابتسامه اللي ابيض شكلها جميله كده ايوه بالضبط كده. دي ممكن تتعامل بسموها توريد اللثه ده حقن يعني جانب لا 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 لا, لا ابدا ابدا بيتشال الجزء الفوق اللي هو الطبقه الفوق من اللثه. الطبقه الفوق دي لما تتشال بتشال بطرق كثيره جدا، ممكن تشال جراحيا ممكن تشال بليزر، هي كلها جراحه بس بتختلف يعني ليزر ممكن تشال بطريقه بتاعت زي التكشير يعني تتشال في طبقه بعدها يعني في طبقه اللي بعدها بيكون لونها افتح طوال يعني. طيب ليه بتزال الطبقه اذا كان هي اصلا طبيعيه موجوده؟ ما بس قلت لك في ناس بيكونوا عايزين يجملوا. لكن يا دكتور مكتوب في الاونه الاخيره يمكن ظهرت في مراجعات لطبيب الاسنان، نحن دائما بنسمع انه انت يعني لو ما عندك ضرسك ده لو ما المك شديد زي ما قال اخوي حمزه ده ما بتقدر تمشي للدكتور، او في علاجات بيقول لك تعمل له القرنفل تعمل له ما عارف شنو تعمل شنو خالص تفاصيل لا لا دي حقيقه الحمد لله رب العالمين انه الوعي زاد كثير جدا كثير. عموما الشعب السوداني احنا عالجنا مرضى كثير جدا من اجناس مختلفه كثيره جدا. عموما الشعب السوداني من اكثر الشعوب نظافه في في صحيح واهتماما نتفق معك في دي ايوه. وقصه انهم يراجعوا طبيب الاسنان دي مؤخرا بقت كثيره يعني بيجوا يجوا في وعي روتين لها يعني بيجي يقول لك والله يا اخي انا بس ما عندي حاجه جاي اشوف اسناني. زمان ما كنت مراجعه كمان بالضبط كده ممكن ما تسمع حاجه زمان زي ما قال الا 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 زول الدرس يوجعه ويقول لك والله انا ما بعرف تقلعوا له ولا بتاع. هسه العلاجات ذاتها بقت اكثر يعني مطوره اكثر يعني قصه القلع دي الناس بتلجا لها. زمان كان العلاج الوحيد القلع هسه الناس الزول اللي بيقلع ده الا خلاص يعني الدنيا تكون مسحلت يعني. طيب يعني المشكله عموما مشاكل الاسنان وتسوسها بتأرق كل
الناس يعني حتى الصغار والكبار. نتكلم عن العادات السلبيه ممكن تؤثر لنا سلبا على التاثير السلبي للاسنان يعني. طبعا اول حاجه الممارسات اليوميه بتاعتك بتاعت نظافتك للاسنان واهتمامك بها وطبيعه الاكل اللي انت بتاكله ذاته، وبعده ممكن تعمل شنو يعني انت ممكن تاكل اكل بيلصق في اسنانك بعد المفروض تسوق يعني. أيوة. يعني مثلا انت بالضبط كده ممكن الكلام ده يكون في نص اليوم يعني، انت ممكن نص اليوم ما ضروري السواك بيقول لك الصباح وبالليل وكده، ممكن في نص اليوم انت تاكل مثلا سي حاجه بتلصق بلح الايام دي موسم البلح كمان بالضبط كده حلويات انت بتكون قاعده فشمك يعني، فكل ما تقعد فتره السوسه دي عباره عن زمن يعني بكتيريا قاعده بقايا اكل وسنه وزمن تلقى زمن بس الحته دي من غير ما انت تعمل لها اي مشاكل بيتسوس وكده، طوالي بتفريش طوالي بتقوم السوسه بتبدا. فاهتمامك سواكك نظافتك للحاجات دي كلها بتساعد على انه انت تتفادى القصه دي. السواك نفسه الناس يعني بتفرش اسنانه بطريقه خاطئه جدا وبيجيبها مشاكل. ممكن تورينا الطريقه الصحيحه الطبيه؟ ايوه هي اللي انت يعني ما مفروض تكون ماسك الفرشه وشغال زي بتنحت في حاجه يعني هي ما كده كيف طيب؟ هي المفروض ب 45 درجه الفرشه هي اللي تتعامل لو بقت في ثانيه هي بتبقى الا يكون في حاجه قدامي عشان اعمل لك هي 45 درجه ودائما من فوق لتحت يعني انت الاسنان فوق بتشيل البقايا بتاع الاسنان في الفك وبتنزل بالضبط بالضبط كده وهنا بالنسبه لقدام ايوه بالنسبه للاسنان جوا برضه الناس ما بتنسى تفرش يعني في الاسنان اللي جوا يعني انت ممكن تكون بتفرش في الجزء البرة الواجهه دي بس كده لكن بجوا الاسنان دي ما عندها سايدين صح؟ ايوه بالضبط اللي جوا اللسان ايوه بالضبط كده مثلا دي الناس اغلب الناس ما بيستعملوا ما بيفرشوا فهي عندها برضه طريقه معينه تكون ماسكه الفرشه بصوره عموديه وبتدخلها بجوا وبترفع لكم كويس. فأي زول يمشي لاي طبيب اسنان هسه ممكن الشرح يكون ما وافي بالصوره دي لازم يكون في موديل قدامك وكذا وبتاع لو سمحت قصه ثانيه ممكن كان نوريها الحكايه اذا اصلا من تقوم هي تربيه وتعويد او سلوك من قبل الاسره او الاباء يعني طريقه السواك الصحيحه يعني انت بتقوم الاسره زي ما ذكرت من صغيرة على المستوى النحت ذا كذا في السلوك بتستمر على كذا ممكن ده يكون عنده عواقبه كبيره جدا صح لكن هسه يعني زي ما قلت لك الوعي بتاع الناس زاد شديد جدا يعني هسه حتى جميع المرضى بيجوني في العياده الزول بيسالك يا دكتور يا اخي انا استعمل يا معجون يا دكتور يا اخي انا أيوة. استعمل يا فرشه يا دكتور يا اخي انا والله اتسوق كيف يا دكتور يا اخي والله انا قاعد اتسوق طوالي لكن اسناني دي لسه بتسوس المشكله شنو؟ فانت دائما كل من الزول تابع طبيب الاسنان بيلقى الحلول بيلقى النصائح بيلقى الارشادات بيلقى الحاجات ومتابعه الناس بقت كثيره فالامور ماشيه كويسه جدا يعني. ده كلام طيب تمام طيب يا دكتور يمكن المشاكل تحت الاسنان دي او التسوس عموما بتكون عند الاطفال اكثر حاجه يمكن منتشره عند الاطفال نحن عايزين نعرف الفرق بين جراحه الاسنان وجراحه اللثه هل في فرق ولا الاثنين واحد؟ جراحه الاسنان يعني انت لو عايز تعمل عمليه لاسنانك وعايز تعمل عمليه اللثه بتكون حاجه واحده انت بتهبش اللثه والاسنان ولا هي طبعا حاجه هي حاجه منفصله والله دي منفصله من الثانيه السن عموما هي حاجه السن ما فيه انسيه رقيقه يعني ما اغشيه يعني هو حاجه صلبه يعني السن بتكون مركبه وين؟ السن دي قاعده في العظم طيب العظم وحوالينا ايوه مربوطه بالعظم باغشيه رقيقه جدا هي ما بتأثر أول حاجة في الأنسجة